السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. نوافيكم بنشرة جوية خاصة لطقس الجزائر اليوم السبت 10 من شهر جويلية 2021. إذا نبدأ بالفترة الصباحية، أجواء ستكون صافية على المناطق الشمالية الشرقية وأيضا الوسطى، قليلة الغيوم على المناطق الغربية وأيضا قليلة الغيوم على أقصى جنوب الجزائر ولاية تمنراست وأدرار، وتبقى أجواء صحوة ومشمسة على باقي المناطق الصحراوية الأخرى. في الفترة المسائية نتوقع لعودة الأمطار خاصة في الفترة الليلية على مناطق ولاية تندوف وأدرار وبرج بجي مختار وعين صالح، بالإضافة إلى جنوب تمنراست. أيضا بعض الأمطار ستميز الجلفة والمسيلة وأيضا ولاية باتنا الأوراس ووصولا إلى ولاية خنشلة. إذن كل هذه المناطق ستشهد بعض الأمطار الخفيفة وأمطار ستكون رعدية بإذن الله تعالى. تبقى الأجواء غائمة على المناطق الغربية مع بعض الخلايا الرعدية، وأجواء أيضا ستكون صحوة ومشمسة على باقي المناطق الصحراوية وصافية خلال الفترة الليلية. نذكر متابعينا بدرجة الحرارة القصوى المتوقعة ليوم السبت، سنسجل بداية الارتفاع في درجات الحرارة، هذه المرة ستصل ما يقارب 45 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية الغربية ووسط الصحراء، شمال الصحراء والواحات ومنطقة الثورة ما بين 41 إلى 46 درجة. المناطق الشمالية نبدأ بالشرقية الداخلية الوسطى والغربية ما بين 39 إلى 43 درجة. المناطق الشمالية الساحلية الغربية سترتفع درجات الحرارة أيضا بأيضا الأيام المقبلة، وارتفاع أيضا كبير في درجة الحرارة، وسنسجل ما بين 40 إلى 41 درجة على السواحل الغربية، السواحل الوسطى ما بين 30 إلى 38 درجة، والسواحل الشرقية ما بين 38 إلى 39 درجة. كل الخير إن شاء الله، نتمنى وللجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.